كررته عليه مرارا. الغزالي يكرر الكلام مرارا على شيخه الجويني ولم يفهم كلام الجويني. هما مو فاهمين كلام الله سبحانه وتعالى. وكأن الآية دي نزلت فيك يا محمد يا شمس. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأنت سمعت الكلمة وعدتها. والحلقة اللي أنا رديت عليك فيها افتكر إن أنا قلت لك بلاش، بينت فيها إن أنت كذاب ومضل ومدلس عن الشيخ ابن عثيمين. فأنت اللقب ده دب تقرأ ولا تفهم وتسمع ولا تفهم، اللقب ده يليق بيك يا محمد يا شمس، لأنك فعلا والله دب تقرأ وتسمع ولا تفهم. وباعتبار أنك تغتاظ من مديح الإمام الغزالي حجة الإسلام، أنا سأقرأ عليك ما يغيظك أكثر. هذا ومن كتاب شذرات الذهب كما ترى لابن العماد الحنبلي، هنا في ترجمة الإمام الغزالي أو الغزالي يورد كلام الإسنوي في طبقاته، طبقات الشافعية، فيقول الغزالي: إمام باسمه تنشرح الصدور وتحيا النفوس، وبرسمه تفتخر المحابر وتهتز الطروس. هذه عملنا عليها بحث، إيش معنى الطروس؟ وبسماعه تخشع الأصوات وتخضع الرؤوس. أذكر ترجمة طويلة من أراد أن يقف عليها، هذه هنا تتمتها. المهم إلى أن يقول أنه كان إيش صار بقى، يعني صار وقع للغزالي أمور تقتضي علو شأنه، من ملاقات الأئمة مجارات الخصوم اللد ومناظرة الفحول ومناطحة الكبار، فأقبل عليه نظام الملك وحل منهم حلا عظيما، فعظمت منزلته وطار اسمه بالآفاق، وندب للتدريس بالنظامية بغداد وإيش وقدمها في تجمل كبير، وتلقاه الناس ونفذت كلمته وعظمت حشمته حتى غلبت على حشمة الأمراء والوزراء، وضرب به المثل وشدت إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفضها وطرحها. طيب، إلى أن يقول هنا، اسمع بقى هذا، أنه في الأخير أيضا أنه أقبل على الطاعة في التلاوة والتدريس والنظر في الأحاديث خصوصا البخاري وإدامة الصيام والتهجد، إلى أن قال: وهو قطب الوجود والبركة الشاملة لكل موجود، وروح خلاصة أهل الإيمان، والطريق الموصل إلى رضا الرحمن، يتقرب إلى الله تعالى به كل صديق، يتقرب إلى الله تعالى به كل صديق، ولا يبغضه إلا ملحد أو زنديق. أنا ما قلت شيء. واللي إيش واللي بإيده شوكي بتنخزوا. هلا بتقلي إيش هذا الإطراء؟ هذا إطراء وشرك. ممكن تقلي أيضا هذا إطراء وتعصب بغيض ويصل إلى الشرك. أنتم قلتم مثل هذا وأشد في ابن تيمية، جعلتموه معيار لأهل السنة بل معيار لأهل التوحيد، وهذا ذكره الغنيمان في شرح الواسطية نقلا على الفقهي. أريك نصه. لاحظ هنا، لاحظ هذه السبائك الذهبية لشرح السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية للغنيمان، عبد الله الغنيمان، هنا ينقل عن محمد حامد الفقي حيث قال: لا نزال نعرف ونميز بين أهل التوحيد والسنة في محبة ابن تيمية، فمن كان يبغضه عرفنا أنه ليس من أهل التوحيد ولا من أهل السنة. طبعا ما ليس من أهل التوحيد فمن أهل السنة، ومن كان يحبه عرفنا أنه من أهل التوحيد والسنة. هذا مو إطراء، هذا مو يصل إلى الشرك، لا عكس، بالعكس، هذا هو الإيمان، هذا هو محض الإيمان ومحض الحق ومحض الاعتدال في المدح. شفتم؟ شفت إنه إجاك مين يعرفك يا بلوط؟ شفت إلا ما شفت؟ أخيرا نقرأ هذه الأبيات في مدحه لتلميذي هذا الإقليشي: أبا حامد، أنت المخصص بالمجد، وأنت الذي علمتنا سنن الرشد، وضعت لنا الإحياء تحيي نفوسنا وتنقذنا من طاعة النازغ المردي. إلى أن يقول طبعا هنا بعدين يتكلم بقى عن الإحياء وأنه أربع أرباع، فربع
فربع عباداته وعاداته التي يعاقبها كالدر نظم في العقد وثالثها في المهلكات وإنه لمنج من الهلك المبرح والبعد ورابعها في المنجيات وإنه ليسرح بالأرواح في جنة الخلد ومنها ابتهاج للجوارح ظاهر ومنها صلاح للقلوب من الحقد صلاح للقلوب من الحقد. هذه حتى إذا كان واحد من أهل الحقد يقرأ هذا الكتاب هذا كتاب الإحياء يذهب ما فيه إن شاء الله من الحقد. أنت أنا متأكد الآن أنت ستذهب وتقول هذا كتاب الإحياء هذا إماتة الدين وهذا كذا، ستأتي ستبحث عن من ذم الكتاب وستزداد غيظا وحقدا. نحن نعرف ماذا قيل في الإحياء وهنا ذكروه هنا بعضهم، لكن على كل هؤلاء إيش هؤلاء المازري وطرطوشي وغيرهم، هؤلاء تكلم عليهم من ناحية علمية وقضية حادثة ضعيفة وكذا، لكن خرجت خرجها العراقي وما إلى ذلك. هؤلاء يتكلمون من ناحية علمية ليس من ناحية هكذا فقط لعقيدته ولأنه أشعري وكذا. يعني أنت مريض نفسيا أنت. وتعالى لأريك ما ألفه ابن عثيمين أو ما درسه في أصول الفقه، وهذا عندكم في القمة يعني ابن عثيمين هذا الذي تطبل له. هذه هنا بحث اسمه الشيخ ابن عثيمين ملامح منهجه وأثره في علم أصول الفقه استقراء وتحليلا، بحث من 50 صفحة. هنا في هذه الصفحة صفحة 44 أظن هنا. طيب الفرع هذا أو المطلب هذا يتكلم عن أثره في علم أصول الفقه تأليفا، يعني ماذا ألف. يعني يقول لك هنا الأصول من علم الأصول رسالة صغيرة في علم أصول الفقه احتوت على زبدة هذا العلم وخلاصته، على ذمتي هذا، على ذمة المؤلف صاحب هذا البحث. منظومة أصول الفقه وقواعده وهي منظومة موجزة تكون من 130 بيتا. طيب تتميز بالسهولة والسلاسة، ضمنها قواعد فقهية، يعني حتى هذه في قواعد الفقه، يعني معلوم يوجد فرق بين قواعد الفقه وقواعد الأصول. طيب تعليق على مختصر التحرير وتعليق مختصر على هذا المتن، وقد بلغ في التعليق عليه إلى مبحث الخبر، يعني حتى لم يكمله تحرير هذا عند الحنابلة. طيب مختارات من إعلام الموقعين لابن القيم، هذا هو اللي عنده 4 أمور أصلا. هذا في الأخير هذا مختارات من أصول الفقه. الثالث ذاك أيضا تعليق على متن ما أصلا موجود، ما في عنده يعني إنه إلا إيش إلا هذا فقط، الأصول من الأصول رسالة صغيرة ومنظومة. طيب غيره بعدين هون بيقول لك أثره في علم أصول الفقه تدريسا للمتون الأصولية، تدريس يعني غالب، وهذه موجودة في شروط، يعني هذه دروس له في أصول الفقه. هذه دروس له في أصول الفقه، مثلا شرح مختصر التحرير. هذا مختصر التحرير كما قلنا لابن النجار الحنبلي، شرحه في 17 شريطا ولم يكمله، وقف عند باب نهاية السنة. طيب شرح الأصول عن الأصول هو نفسه هذا المتن الذي يعني ألفه، وهو 22 شريط. طيب هذا قال أكمله. طيب هون بعدين هذا شرح نظم الورقات، هذا شرحه كاملا في 8 أشرطة، هذا هو شرح كامل وميسر. بعدين شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، هذا متن لصفي الدين البغدادي. قال لك أنه هون شرع الشيخ في شرحه ولم يكمله حيث بلغ إلى بداية قول المصنف ألقاب العلة في باب القياس، وبلغ عدد الأشرطة إلى هذا الموضع 14 شريطا. طيب بعدين هون شرح التعبيرات الواضحة على معاني الورقات، أيضا هذا على ورقات إمام الحرمين 9 أشرطة، وبلغ إلى باب النسخ. إيش ضل؟ بعدين بيقول لك أنه التعليق على مقدمة المجموع، مجموع المجموع هنا
يعني هذه للإمام النووي في 12 شريط، هذه عن آداب الفتوى المستفتي وما إلى ذلك. هذا هو غاية المراد. وأنت لو قرأت كل هذه المتون التي ألفها ابن عثيمين وسمعت شروحه الصوتية هذه التي شرح بها هذه المتون لن تؤهلك لقراءة شرح المحلي على جمع الجوامع، فضلا عن حاشية ابن العطار عليها أو حاشية البناني أو تقريرات الشربيني أو ما إلى ذلك، فضلا عن تقرأ بقى حاشية التفتزاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، أو بقى شروح المطولة مثل الإبهاج شرح المنهاج للسبكي أو البحر المحيط للزركشي أو غير ذلك. هذه كلها زي ما بيقولوا طق حنك، يعني هذه كلها لسه ما زلت يعني هيك مبتدئ، يعني ما زلت مبتدئا. وطبعا انت لن تصل الى هذه طبعا كتب اشاعره ما تريدي، ايش بدك منها انت؟ روح طلع لك على هذا اللي كان واحد الف كتاب، هذا من الوهابي الف كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه، هذا الجيزاني قال ايش هذا المتكلمين، وخلطوا يعني هذه كتب اصول الفقه خلطها المتكلمون ببدع وكذا، واجا ابن القيم نقاها، ابن تيميه ابن القيم الى اخر ما هنالك. هذه ليس هذا عشك فدرجي. بنجي هلا لبيت القصيد هلا. تفضل. يقصد شيخه الجويني. ايوه. الغزالي يقصد شيخه الجويني هو الامام، يعني هو الذي قال هذا الكلام. هذا ما قاله الامام رحمه الله ولم افهمه بعد. وقد كررته عليه مرارا. الغزالي يكرر الكلام مرارا على شيخه الجويني ولم يفهم كلام الجويني. هم مو فهمانين كلام الله سبحانه وتعالى، هم مو فهمانين كلام الله. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. تأول تفوض محتارين، في ناس تأول وفي ناس تفوض، في ناس مفوضة يردون على المؤولة ومؤولة يردون على المفوضة، ومحتارين في كلام الله سبحانه وتعالى مو فهمانين. هذا الرجل قلت لي مؤولة يردون على المفوضة ومفوضة يردون على المؤولة، وكلاهما باطل عندك، التأويل تحريف والتفويض تجهيل. طيب هاي احفظوها يا جماعة، هاي مؤولة يردون على المفوضة ومفوضة يردون على المؤولة. هلأ نشوف مين بده يرد على مين، هلأ مين عم يرد على مين. هلا بجوز نشوف واحد عم يرد على نفسه، مو واحد عم يرد على الثاني. عندك انت هلا بجوز تشوف واحد عم يرد على نفسه، بس احفظوها هاي. ومحتارين في كلام الله سبحانه وتعالى مو فهمانين. هذا الرجل ايوه الذي لا يعرف اين ربه، بالله عليكم واحد ما يعرف وين ربه، ما يعرف وين ربه. ايات في القران كثيرات لا يفهمها، يقدم اقوال البشر على اقوال الله سبحانه وتعالى ثم ينتقص من الشيخ ابن عثيمين. شوف هلا اولا معاليك ايش دخل قضيه ان حكم الله ان لا حكم فيه؟ هذه القضيه التي استشكلها الغزالي رحمه الله حجه الاسلام على امام الحرمين، ايش دخل هي بقضيه الاستواء وقضيه لا يعرف اين ربه؟ هذه شيء اصلا، هذا هذا التسجيل الذي أنت ترد عليه هو أصلا يتكلم في قضية التنازع، وأن ابن عثيمين لا يعرف هذا الباب، وأنت ترد عليه بمسألة مشابهة أنه هذا الغزالي أيضا لم يعرف قضية، أنه لم يفهم على شيخه قضية أنه حكم الله إلا حكم فيه. وبينا أنه هذا يعني ألفه المنخول في بداية عمره، ثم ألف كتب في الأصول أنت ومشايخك لا يعرف لا تعرف أسماءها، فضلا عن تشرحها مثل هذا الكتاب الذي قلنا عنه شفاء الغليل. إيش دخل هون؟ يتكلمون أنت عن التنازع، انظر هذا يتكلمون عن التنازع، هنا في التنازع فهو مستغرب من الشيخ كيف لا تفهم. أي ايش علاقة هذا؟ ايش علاقة هذا؟ إيه؟ وتمثلنا بقول الشاعر اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. ما الذي
لم تستطعه، لو كان في مسالك العلة والواضحة التي قيلت في العلة وفي بعض الأشياء التي فيها صعوبة وعسر لكنت معذر الرجل، وإن كنا نحن نفهم على يعني بساطتنا نفهم هذه الأشياء المعضلات. يفهم المعضلات؟ إيش دخل التنازع في في قضية يعني لا الحكم الله أن لا حكم فيه؟ إيش دخل هذه بهاي؟ طبعا ما دخل قضية أصلا التنازع بقضية أن حكم الله أن لا حكم فيه، ما في بيناتهم أصلا ترابط. أنت المفروض كنت تجيب له مسألة نحوية ما فهم الغزالي مثل المسألة النحوية اللي ما فهمها ابن عثيمين. أنت طبعا تقول فيه فهمان كل شيء، ابن عثيمين النحو غير النحو كذا، طيب يعني على الأقل تكون مسألة نحوية مسألة نحوية. جبت مسألة في النحو إلى مسألة في أصول الفقه إلا ماشي. إيش دخل قضية الاستواء في الموضوع وأين الله؟ بدك تصفي حسابك هون يعني؟ جيت والله جابك، جيت والله جابك. يا سلام يا سلام، أنت تقول له هذا رجل لا يعرف أين ربه فكيف يتكلم عن ابن عثيمين؟ أنت هنا تقلد الألباني الذي قلد ابن تيمية في هذه القضية، في هذه الفرية، أنه هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذه الألباني 29 مرة أعاد في كتبه، 29 مرة أعاد هذه القصة، أنه ابن تيمية ناظر المتكلمين أو الأشاعرة في عصره، وبعدين حضرن الأمير، ولما شاف المناظرة هذا وشاف أنه هو رأى الأمير أنه ابن تيمية يسرد له الآيات في الفوقية والاستواء وسرد له حديث الجارية، فانبهر بعلمه وقال الحق معك وهؤلاء قوم أضاعوا ربهم ولا يعرفوا إلههم أين ربهم، وصوب ابن تيمية. هذه من هنا أخذها من مجموع الفتاوى، من مجموع فتاوى ابن تيمية يحكي هذا في مناظرته عقيدته الواسطية في المجلد الثالث، يحكي أنه أيضا حضر رجل فسمعه فقال هؤلاء الرجل قوم أضاعوا ربهم، وأنه راحوا قالوا للملك الملك الكامل أنه هؤلاء قوم أضاعوا ربهم وما إلى ذلك. أنت عم تستشف من هون يعني، عم تقول له أنت هذا رجل لا يعرف أين ربه، من باب هاي يعني أنه قوم أضاعوا ربهم. أريك القضية، لاحظوا هذا هنا المكتب الشاملي فيها بحث 29 مرة، لاحظ لم أجدها إلا في كتب الألباني، 29 مرة أضاعوا ربهم، أنه هذه قصة حدثت مع ابن تيمية إيش بحضور أحد أمراء دمشق، أنه لما اجتمع مع هؤلاء المعطلة لاحظ واحتج عليهم بالكتاب والسنة، اقتنع الأمير بالعقيدة الصحيحة وقال إلى هؤلاء المشايخ أنه هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. بمين عم يستشهد؟ أنه بهذا الأمير. وهذه القصة هنا في مجموع الفتاوى المجلد الثالث يسردها ابن تيمية، أنه وجعل الرجل يصغي لما أقول، ولما رأى غضبي خرج مسرورا وقال هذا على الحق، هؤلاء قد ضيعوا الله وإلا فأين الله، وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. وأنه كما قاله جمال الدين الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل في أمر هؤلاء، فقال له الأخرم هؤلاء قد ضيعوا إلهك فاطلب لك إلها تعبده. فعرفت هلا أنت من وين جايبة هاي؟ هاي أول شيء عرفتك هلا أنه أنت تردد ما قاله ابن تيمية لا أكثر ولا أقل. لو فكرت أنت بهذه الجملة لاستحيت أصلا أن تطرحها هكذا شبهة سخيفة، لأنه هذه لما تقول أنه لأنه هذا لا يعرف أين ربه أو هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، أو هذه فرية مبنية على غباء، فرية مبنية على غباء. كيف؟ من قال لك أننا نحن مجسمة حتى نقول بأن لله مكان، حتى
نضيع مكان الله والعياذ بالله، حتى تأتي وتقول هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، أو هؤلاء قوم لا يعرفون أين ربهم. المجسم هذاك، وبتعرف مين هو انت حد حق المعرفي، المجسم اللي مفكر معبوده مثل شمعة تنحط على الرف أو تنحط في الدرج أو كذا، أحيانا بيضيعها، بيقول ضيعت أنا الشمعة تبعي. فهذا المجسم الذي يعتقد أن معبوده جسم، أن معبوده جسم ذو أبعاد ثلاثة، هذا نعم هذا يحق لك أن تسأله عن مكان معبوده. فإذا لم يعرف ساعتها تقول والله نعم هذا ضيع معبوده وهذا لا يعرف مكان معبوده. أما نحن، أنا أو الدكتور عبد القادر حسين، تقول لنا ضيعوا ربهم، هذا أحد أمرين: إما أنك لا تعرف عقيدة خصمك، لا تعرف ماذا يقول في هذه المسألة، فقط أنت تلقي الكلام جزافا فقط، يعني من أجل فقط أنه تلقي تهم هنا وهناك دون وعي ودون إدراك ماذا تتكلم، ماذا يخرج من رأسك. أو الأمر الثاني، تعرف لكن مفلس، ما عندك شيء إلا هذه الشبهة. تعرف أنه نحن نقول كان الله على مكان وهو على ما عليه كان، لم يتغير عما كان الله، فالله غني عن المكان لأنه كان قبل خلقي المكان. هذا اعتقادنا، أنا ما دخلني فيك أنت، اعتقادنا أن الله موجود أزلا وأبدا من غير مكان. كيف تقول إذن أنتم أضعتم ربكم؟ أنتم لا تعرفون أين معبودكم، لا تعرفون مكان معبود، لا تعرفون مكان معبودكم، لا تعرفون مكان خالقكم. أنا أقول أن ليس له مكان. أنا أقول ليس لا، نحن نقول ليس له مكان أصلا. تقول لي لا أنتم لا تعرفون أين ربكم وأضعتم خالقكم وما إلى ذلك. أنت يعني لا تفهم الكلام. كل الناس اللي عمالة تقول لي هو أنت مش وراك غير محمد شمس الدين تتكلم عنه، أنا أقول لكم كلمة واحدة بس، خليه هو يسكت وأنا هسكت. طول ما هو عمال يتكلم أنا هتكلم وهرد عليه. وكأن الآية دي نزلت فيك يا محمد يا شمس، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأنت سمعت الكلمة وعديتها، والحلقة اللي أنا رديت عليك فيها افتكر إن أنا قلت لك بلاش، بينت فيها إن أنت كذاب ومضل ومدلس عن الشيخ ابن عثيمين. فأنت اللقب ده دابة تقرأ ولا تفهم وتسمع ولا تفهم، اللقب ده يليق بيك يا محمد يا شمس، لأنك فعلا والله دابة تقرأ وتسمع ولا تفهم. والنهاردة هثبت لكم إن محمد شمس الدين فعلا دابة يقرأ ويسمع ولا يفهم. أصلا خصمك دكتور عبد القادر حسين خرج في فيديو مستقل لينفي عن الله الجسمية والبعضية والتركب والتجزؤ والمكان والزمان، حينما طلبت منه أن ينفي كل منكما عن الله هذه الأمور، طالما أنتم كنتم تتراشقون بين بعضكم بالتجسيم. أنت تقول له هو مجسم وهو يقول لك أنت مجسم، مع أنه دكتور عبد القادر حسين ما ذكر اسمك قط أصلا ولا يعنيه شأنك، لكن أنت ترميه بالتجسيم. تمام، أنا قلت، خرجت في هذا الفيديو، أسمعكم ماذا قلت. أنطق بالحكم، أود أن أسمع من كلا الخصمين كما هو معروف من أصول التقاضي، فأريد